عندما نتكلم عن المسبحة فإننا نكون أمام حديث قد لا ينتهي لما يحتويه من تفاصيل دقيقة وكثيرة، فميزتها مختلفة وأنواعها متعددة، وقد أكد العاملون في هذا المجال تنوع أسعارها بتنوع أصنافها حتى وصل سعرها إلى أكثر من 1,000,000 دينار لأن حباتها من الأحجار الكريمة، فضلا عن أن بعضها يستخدم في استخلاص الأمراض السرطانية وغيرها من الجسم. والله أنواع السباحة يعني نبدأ من الصلاة هي البسيطة بربع وفوق، يعني 250 دينار وفما فوق، وتجي عاد الصيني من 5,000 20 و30 و40. هذا الصيني ينافس الصناعة هي الكهرب النباتي، الكهرب المشهور هو الكهرب الألماني والبولوني والروسي، سهل بيدي روسي ما يقارب على الوزن، قسم منها ب3 أوراق و4 أوراق، هاي تقريبا 1,000,000 غرام، هسه ب10 دولارات يسوي 1,000,000 تقريبا. وأنواع السباح قسم سندلوس، عندي تركي وعندي ألماني وعندي سعودي، يسر وأنواع اليسر، هذا اليسر أنواع من المصري وأنت صاعد، مغربي ومصري وصناعة تنافس صناعة. واحسن صناعه هي السعودي من 3 اوراق وانت صاعد ل10 اوراق سعودي. وعندنا سندلوس الماني بالريحه، هذا عندي سندلوس الماني، هذا هم بالسوق ماشي. وعندي هذا اليسر 5 اوراق وب6، واشكال هاي عندي، هذه سندلوس نجفي ما صلاه، وعندي سندلوس نجفي اما تسبيح شبابي، والناس كل من رغبته. وانواع الاشياء عندنا الحمد لله والشكر، وهي رغبه احسن من غيرها، يعني الناس تبارك بيها، ومثل ما يقول شيء قيم واحد يسبح به ويتبارك به مع صلاه. وهي هم اضافه لها تسحب 3 امراض مسمومه، هي السرطان والامراض الخبيثه، وانا دليل انه لا بالسبحه كهرب، لان هي تسحب الامراض من الجسم والحمد لله وشكر. والابو صفار هم تفيدوا الطفل اذا صار بيه ابو صفار، هم اني ننطيه محبس كهرب، هاي عندي محبس كهرب او سبحه كهرب الماني تعلق بصدره اسبوع ل10 ايام يعني شافه. وعندي ما حليب هم اني عقائد من اهلنا قبل يعلقوها للمرأة، والله سبحانه وتعالى يعني هو الرزاق هو الحاضر. وقد استحوذت المسبحة على أهمية كبيرة حتى باتت لا تفارق يد الرجل، فهو يحملها معه في مجالس الفاتحة أو المقاهي أو أي مكان آخر، كونها تكمل شخصية الرجل بغض النظر عن استعمالها للتبرك وسائر الأمور العبادية. السبحة وجدت من أجل التسبيح لله سبحانه وتعالى، يعني أولا الإنسان يسبح لله، طبعا هذه بيها أجر عظيم، أجر عظيم. وتستخدم السبحة أيضا يعني كشيء كمالي مثل المحبس وللإنسان يعني. والسبح طبعا أنواع وأقسام، السبحة تسبيح لله سبحانه وتعالى، والتقاليد مال أهل قبل مال آبائنا وأجدادنا بالفصيل بالفواتح بالمناسبات، يحبون اكو ناس يشيل سبحه ب100,000، اكو واحد يشيلها ب1,000,000، اكو سبحه بربع، اكو سبحه ب500، مو سوى كل من ورغبته وكل من هوايته بالحياه. ظهرت المسبحه قبل 5,000 سنه ثم انتقلت الى الحضارات بالتدرج، ولعل فكرتها مشتقه من فكره تكوين القلاده، لكنها بقيت تستهوي الرجال والشباب على حد سواء. من قضاء بلد لفضائية صلاح الدين علي البلداوي.